مجموعة من المتحدثين عن بعد، ولكن دعونا نبدأ من المنصة ونبدأ تحديدا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري. دكتور مصطفى، أهلا بحضرتك. التجربة المصرية هي تجربة خاصة جدا، كيف عرضناها في كوب 26 وكيف سنذهب بها إلى كوب 27؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الحضور، شرف كبير لي أن أكون موجود معكم في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، والحقيقة بيناقش قضايا محورية تخص الإنسانية بصفة عامة. والحقيقة امبارح في الجلسة الأهم اللي أنا بعتبرها الأهم على مستوى المنتدى، اللي شرفنا فيها بتواجد كوكبة كبيرة من رؤساء الجمهوريات ورؤساء الوزراء وعلى رأسهم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتكلموا السادة الرؤساء على رؤيتهم للعالم ما بعد كورونا وكيف سيكون العالم وتجربة كل دولة في مواجهة هذه الجائحة اللي أثرت على البشرية بصفة عامة. ولكن الجميع في كلمته أجمع على أن موضوع التغيرات المناخية أصبح النهاردة قضية حاكمة على كل المقاييس، ولا بد أن العالم يواجهها بمنتهى الحزم وبالسرعة علشان نقدر نتواكب مع هذا التحدي الأكبر في خلال الفترة القادمة. والحقيقة أنا عايز أبدأ أن من 15-20 سنة لما كان هناك بعض الخبراء العالميين بدأوا يحذروا من موضوع التغيرات المناخية، كان استقبلنا ليها جميعا أنها مجرد تكهنات أو آراء متشائمة، أو على أفضل الأحوال إنها لن تحدث وإحنا موجودين والأجيال القادمة يمكن هي اللي هتشوف هذه الظاهرة. ولكن الآن مع كل اللي ابتدى يحصل النهاردة، أنا بس في المقدمة بتاعتي أنا عايز أقول لحضراتكم العشر ثواني اللي اتكلمنا فيهم، تم ضخ أكثر من 10,000 طن متري من غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي. ده كل 10 ثواني دول بيعادلوا وزن 170,000 شخص. النهاردة العالم كله ابتدى يشهد تداعيات موضوع التغيرات المناخية. أصبحت منطقة الجليد في القطب الشمالي في أقل مستوى ليها على العالم، ارتفاع درجات الحرارة بنسب غير مسبوقة، تركز ثاني أكسيد الكربون اللي بقى أعلى مستويات ليه من آلاف السنين، ارتفاع مستوى سطح البحر اللي ابتدت أماكن كثيرة جدا بتعاني منه. كل ده ناتج لارتفاعات كبيرة جدا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. حضراتكم شايفين الكيرف بيوري قد ايه بدأنا من سنة 1960 والنهاردة واحنا رايحين ل 2030 هيكون الوضع عامل ازاي. الكلام ده كله نتج عنه ان بقى فيه ارتفاع في متوسط درجات حرارة كوكب الارض وانخفاض في جودة الهواء نفسه، الظواهر المناخية الجامحة اللي ابتدت تحدث، وايضا ارتفاع مستوى سطح البحر. الكلام ده تبقى لتقديرات كل الخبراء، قالوا ان الفترة من سنة 70 حتى وقتنا الحالي حصل خسائر ب 3.6 تريليون دولار بسبب هذه الموضوعات، وان الرقم السنوي للتكاليف الخاصه بالتعامل مع التغيرات المناخيه هتبقى اعتبارا يعني لغايه عام 2030 هيبقى التكلفه مقدره ما بين 150 ل 300 مليار دولار سنويا، وهترتفع 2050 تبقى ما بين 280 ل 500 مليار دولار سنويا. فقط عام 2021 حصلت 10 كوارث عالمية كبرى كلنا تابعناها، سواء في دول زي أوروبا، في أمريكا، في الصين، أدت خسائرها إلى أكثر من 170 مليار دولار. فإحنا بنتكلم على النهاردة ظاهرة أصبحت جد خطيرة جدا وتهدد الجنس البشري. جنبا إلى جنب مع هذا الكلام، كل العالم شهد أن بسبب ارتفاع درجات الحرارة ابتدت يحصل وفيات أكثر، وبالذات في الفئات العمرانية الكبيرة اللي هو من 65 سنة فأكثر، قدرت بحوالي 300 ألف نسمة سنويا، والأرقام دي حيضاف إليها 550 ألف زيادة أيضا في خلال الفترة القادمة ما بين 2030 ل 2050. يعني حنقترب من مليون بني آدم حيكونوا فوق 65 بيموتوا زيادة عن المعدلات الطبيعية بسبب هذه الظواهر. بالإضافة لكده والنتيجة لهذه التأثيرات، متوقع أن في 325 مليون شخص هيعانوا من الفقر المدقع، وأن في 216 مليون شخص هيجبروا على هجرة داخلية بسبب موضوع التغيرات المناخية والتصحر والمشاكل اللي ممكن تحصل. وبالتالي
المشكلة اللي بقى العالم النهاردة بيشير إليها وبينذر بيها، إن معدل الكوارث البيئية هيبدأ يتضاعف 3 مرات في خلال المرحلة القادمة في حاجات كثيرة جدا، سواء موجات حارة، جفاف، تلف محاصيل، فيضانات، حرائق، غابات. وأعتقد كلنا شاهدنا كل هذه الظواهر العام الماضي. وبالتالي الكلام اللي بقى بيتقال أطفالنا هيواجهوا كوارث مناخية 3 أمثال اللي بيواجهها أو واجهها أجدادهم. آلاف الأطفال دون سن 5 هيموتوا بسبب الجهاز التنفسي وأمراضه بسبب تلوث الهواء. طب العالم ابتدى يعمل إيه؟ العالم ابتدى يتحرك من خلال البدايات، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ 92، بروتوكول كيوتو، وبعدين طبعا كانت الاتفاقية الأهم هي اتفاقية باريس للمناخ عام 2015. وكل هذه الاتفاقيات الحقيقة اللي بدأ العالم يضع آلية عشان ينظمها وياخد فيها قرارات تنفيذية كان من خلال عقد مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، أو اللي احنا عارفينها كلنا باسم الكوب 26 اللي اتعملت لسه من شهرين في جلاسكو. الحقيقة طلعت بمجموعة من القرارات الهامة. الأول هو اتفاق على تفعيل اتفاقية باريس اللي كانت متوقفة وكان بعض الدول العظمى انسحبت منها ورجعت لها تاني. ابتدى يحصل اتفاق على ان يكون هناك الدول اللي قالت انها هتعمل بلادجينج او مساهمات مالية، ابتدى يتحط او محاولة اطار تنفيذي لهذا الموضوع، وتعهدات جديدة بالتمويل عشان مواجهة هذه الظاهرة المهمة جدا وبالذات للدول النامية. لان زي ما هنشوف يمكن في حالة مصر الدول النامية لم تكن هي السبب او متسببة في هذه الظاهرة، ولكن اصبح عليها النهاردة كالتزام زي كل العالم انها تدفع تكلفة وفاتورة التعامل مع هذا الموضوع جنبا الى جنب مع بقية الدول. ولكن هنا اللي احنا بنقوله ان لازم الدول المتقدمة التي كانت سبب رئيسي في هذا الموضوع تكون ليها مساهمتها الرئيسية في هذا الكلام. اتحط الحقيقة مسارين تفاوضيين جدد لموضوع تقدير التمويل والتعامل مع هذا الموضوع وإيه الآليات اللي هنبدأ ننفذ بيها هذه الإجراءات. ولكن بصفة عامة يمكن زي ما السيد أنطونيو جوتيرش قال إنها صحيح كانت خطوة مهمة جدا ولكن ليست كافية. وبالتالي بيأتي أهمية الكوب 27 اللي إن شاء الله مصر هتستضيفه في هذه المدينة الجميلة مدينة شرم الشيخ خلال نهاية هذا العام، عشان نضع مع بعض العالم كله الأطر التنفيذية لهذا الموضوع. احنا لدينا كبشرية موضوعات مهمة جدا لازم نتحرك عليها. موضوع ان احنا خفض الانبعاثات وان يكون هناك ارقام ومستهدفات واضحة لمستوى العالم كله. موضوع التكيف، موضوع التمويل، وان لازم يبقى فعلا توفير للتمويل اللازم لهذه المشروعات الضخمة جدا، ويكون لدينا آلية للمتابعة والتقييم عشان نتأكد ان اللي فعلا اتفقنا عليه بيتم تنفيذه على الارض. مصر بتعمل ايه؟ اين مصر في هذا الموضوع؟ خليني الاول ابدا العالم بيبص لمصر ازاي في موضوع التغيرات المناخيه وشايفين مصر ازاي. مصر من اكثر الدول، وده كلام العالم، من اكثر الدول التي تكون عرضه لتبعات التغير المناخي، رغم انها مسؤوليتها عن هذه الظاهره محدوده جدا جدا جدا، ولكن مصر من اكثر الدول اللي ممكن انها تكون معرضه للتاثير السلبي بسبب التغيرات المناخيه. ارقامنا بتقول ان مصر مساهمتها كلها 6% من كل الانبعاثات الضارة على مستوى العالم، ودي طبعا نسبة ضئيلة جدا جدا جدا، ولكن مرة اخرى احنا من اكثر الدول اللي هتكون معرضة لتأثير سلبي بسبب هذه التغيرات. وكلنا بنسمع عن موضوع ارتفاع منسوب البحر واحتمال غرق بعض المناطق اللي الدولة المصرية زي ما انا هعرض على حضراتكم عملنا ايه عشان نواجه هذا الكلام. لكن في نفس الوقت والعالم بيقول كده، بيقول ان مصر لديها امكانيات هائلة في موضوع الطاقة الجديدة والمتجددة. ويمكن هنا الكلام، التصريحات اللي بتقولها وكالة فيتش كانت بتقول ان مصر بتمتلك اكبر قدرات كهربائية من طاقتي الرياح والشمس في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وعلى الرغم من كده مصر حتى خطة انها تضاعف هذه الطاقة ب 300% في خلال الفترة القادمة، بحيث تبقى الطاقة الجديدة والمتجددة هتبقى ان شاء الله جزء مهم جدا، وان مصر بجانب الامارات هتقود هذا التوجه مع دول اخرى في المنطقة.
مصر هتكون من أسرع أسواق الطاقة المتجددة غير الكهرومائية. يعني هنا كلمة الكهرومائية اللي هي بتبقى من السدود المائية زي السد العالي، لكن إحنا في المجالات الأخرى هنكون من أسرع الدول في النمو في هذا الموضوع، وهنبقى من أكبر 5 دول فيهم 3/4 الزيادة المتوقعة في إنتاج الطاقة المتجددة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وبالتالي يمكن إحنا شفنا إن العالم كله بيشوف إن جاذبية مصر في الاستثمار في الطاقة المتجددة بتزيد وبترتفع بصورة عالية جدا، وبقينا النهاردة من أفضل 20 دولة على مستوى العالم في القوانين والتشريعات اللي بتشجع موضوع الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وقفزنا 20 مركز في موضوع التعامل أو وضع يبقى رؤيتنا إيه للسياسات الخاصة بالتغيرات المناخية. إحنا يمكن مصر أيضا وضعت على إنها واحدة من أهم الدول اللي هتكون منتجة لموضوع الهيدروجين الأخضر، وده يمكن من برضو الوكالات العالمية، ويمكن أنا دايما هبقى حاطط في كل سلايد المصدر العالمي اللي بيتكلم على هذا الموضوع، مش إحنا اللي بنتكلم، العالم شايف مصر إزاي. طب مصر بتعمل إيه عشان تواجه التغيرات المناخية؟ الحقيقة من أول لحظة كان توجيه القيادة السياسية لازم يكون هناك إطار مؤسسي بيحكم هذا الموضوع. فالحقيقة إحنا تم إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء والجهات المعنية عشان يضعوا العديد من المهام المهمة جدا لموضوع التعامل مع التغيرات المناخية. إحنا بنتحرك على 5 مسارات رئيسية. أولا إحنا حتى وإحنا بالنسبة إن مساهمتنا في الانبعاثات قليلة جدا، ولكن أغلبها كان في الطاقة التقليدية، فابتدينا نتحرك إزاي نرشد استخداماتنا واستهلاكاتنا للطاقة التقليدية اللي هي من البترول والوقود الأحفوري، وبنتجه بقوة لموضوع استغلال الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة، وإزاي إن إحنا نشتغل على فعلا الاستفادة من الطاقات الجديدة والأقل انبعاثا للكربون، والاعتماد على نفس هذا الكلام وتقليل عملية نقل الطاقة. يعني نحاول نولد الطاقة في مكان ونستخدمها في نفس المكان، لأن كل ده ليه مؤشرات جيدة جدا وإيجابية. إحنا بنطلق أو أطلقنا الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية من خلال هذا المجلس، بننفذ مشروعات عملاقة هتكلم عليها بالتفصيل، سواء في عملية التكيف أو في عملية تخفيف حدة التغيرات المناخية. إصدار أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط، مصر كانت أول دولة بتصدر سندات خضراء بناء على مشروعاتها، وفعلا أصدرنا هذه السندات وكانت أول دولة والعالم كله أشاد بهذا الموضوع. وأيضا وأخيرا وليس يعني ده أهم شيء النهاردة، أن احنا وضعنا سياسات مهمة جدا لتشجيع القطاع الخاص للدخول بقوة في هذا الموضوع من خلال تعريفة الكهرباء وتعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة. الحقيقة بدأنا وضع إنشاء خريطة تفاعلية لمخاطر ظاهرة التغير المناخي في مصر، وضعنا الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037. مصر من أكثر الدول أو نقدر نقول من أكثر الدول فقرا فيما يخص الموارد المائية، وقضية الماء وأعتقد دي هتبقى محور أساسي في الكوب 27 السنة دي إن شاء الله في شرم الشيخ، إزاي العالم كله هيتعامل مع قضية نظرة المياه وتلوث المياه. والحقيقة مصر ليها تجارب رائدة في هذا الموضوع من خلال إن إحنا وضعنا خطة ل2037، يعني 15 سنة احنا بقلنا بننفذها بقلنا 5 سنوات. الخطة دي لوحدها تكلفتها اكتر من 50 مليار دولار امريكي. الدولة المصرية النهاردة بتنفذ فيها مشروعات ضخمة جدا في تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي والاستفادة بكل قطرة مياه النهاردة موجودة. مصر النهاردة من اعلى الدول على مستوى العالم في استغلال قطرة المياه اكثر من مرة. الحقيقة من المشروعات الكبيرة جدا اللي الدولة المصرية بتنفذها موضوع ترشيد المياه وتبطين الترع وكل القنوات المائية عشان نستفيد بكل قطرة مياه. الحقيقة حماية الشواطئ وده مشروع ضخم جدا الدولة المصرية النهاردة بتنفذه عشان المناطق المهددة في شمال الدلتا نتعامل معاها، وإزاي ان احنا النهاردة بنعمل مشروعات حتى بالتعاون مع بعض شركاء التنمية، ولكن الأساس هو انفاق الدولة المصرية على تنفيذ هذه المشروعات. مشروع هام جدا بتتبناه القيادة السياسية في مصر وهو تطوير البحيرات المائية. والحقيقة البحيرات دي كانت مهملة مش عايز اقول العشرات لا لمئات السنين، وحصل فيها فقدان كبير جدا لمساحتها وجودة المياه اللي فيها تأثرت بصورة سلبية جدا. النهاردة الدولة المصرية بتنفذ على الأرض تطوير كامل لكل هذه البحيرات،
وانا بس حاطط لحضركم مثال واحد ان مشروع منهم تطوير بحيرة المنزلة اللي هي مساحتها 250 الف فدان تكلفته اللي الدولة صرفته حتى هذه اللحظة 2 مليار دولار عشان نرجع هذه البحيرة الى ما كانت عليه من مئات السنين. كل دي مشروعات الدولة المصرية بتنفذها عشان مواجهة التغيرات المناخية والتعامل معها. في مجال الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، احنا الحقيقة زي ما قلنا حضراتكم الخطة بتاعتنا ان احنا هنصل في خلال هذا العام بنهاية هذا العام ان 20% من اجمالي الطاقة المولدة في مصر هتكون طاقة جديدة ومتجددة، ولكن ايضا وضعين الهدف ان قبل 2035 هتكون 42% من الطاقة اللي في مصر مولدة هتبقى طاقة جديدة ومتجددة. مشروع بنبان اللي شرفنا بافتتاح فخامة الرئيس ليه من ايام قليلة في اسوان هو من افضل المشروعات على مستوى العالم في مجال الطاقة الشمسية والطاقة الجديدة والمتجددة. الدولة بتنفذ النهاردة مشروع ضخم جدا لتوصيل الغاز الطبيعي لكل المنازل على مستوى الجمهورية عشان نستبدل الوقود التقليدي البوتاجاز بالغاز اللي يعتبر النهاردة غاز يعني وسائل احد وسائل الطاقة النظيفة. والنهاردة عندنا الطموح والخطوات التنفيذية ان احنا نبدأ في انتاج اول سيارة مصرية كهرباء العام القادم، والحقيقة ده ضمن مشروع كبير جدا لتحويل ايضا الاعتماد على في وقود السيارات على الغاز الطبيعي وعلى الكهرباء، وبنضع حوافز كثيرة جدا لهذا الموضوع. الحقيقة ايضا في مجال النقل الجماعي الدولة المصرية النهاردة بتنفذ منظومة جديدة متكاملة للنقل الجماعي، القطر الكهربائي اللي موجود المونوريل، وايضا القطار الفائق السرعة، شبكة اكتر من 2200 كيلومتر بتنفذ في بضع سنوات بتكاليف هائلة علشان ندخل ونتواكب مع التغيرات المناخية ونقلل الانبعاثات الضارة في هذا الموضوع. جيل جديد من المدن الخضراء الدولة المصرية بتنفذه، وهذه المدن الخضراء كلها مدن ذكية وبتعتمد على فكر المدن الخضراء والمستدامة. والنهاردة بقينا بنتكلم على ان كل المباني الحكومية سواء في العاصمة الإدارية أو حتى في المدن القائمة بنبدأ ندخل فيها موضوع الطاقة الشمسية عشان نقلل من استهلاكها للطاقة التقليدية. الحقيقة برنامج آخر تحويل المخلفات إلى طاقة والإدارة المتكاملة للمخلفات، وده مشروع كبير جدا بننفذه سواء في منظومة المدافن الصحية ومصانع تدوير المخلفات، وأيضا موضوع تحويل الوقود والمخلفات الصلبة لطاقة والبيوجاز، وده موضوع مهم جدا احنا شغالين عليه. الدولة المصرية والحكومة المصرية حتى الخطة بتاعتها ان مشاريعها الاستثمارية النهاردة يبقى نسبة كبيرة منها مشاريع خضراء. ويمكن السنة دي فقط انا حابب اقول لحضركم ان 30% من المشروعات اللي بتنفذها الدولة في الاستثمارات بتاعتها هي مشروعات خضراء، والمستهدف في خلال العامين القادمين ان النسبة تبقى 50% من مشروعات الدولة المصرية هي مشروعات خضراء بالكامل. يعني معنى كده ان كل الاستثمارات اللي الدولة بقت بتوجهها لمشروعات بنية اساسية وخلافه ومشروعات تنموية هي مشاريع خضراء في الاساس. ويأتي على يعني رأس هذه المشروعات مشروع حياة كريمة للدولة المصرية، ويمكن فخامة الرئيس اشار اليه امبارح، مشروع بيستهدف تطوير وتنمية جودة الحياة لستين مليون مواطن في الريف المصري. وهذا المشروع من مكوناته مكونات حاكمة واساسية في مجال التغيرات المناخية ومواجهتها سواء في موضوع التخفيف من حدة الانبعاثات او حتى في التكيف مع المتغيرات المناخية. الحقيقة ان شاء الله احنا مستهدفين من خلال الكوب 27 والاستضافة ان نركز في هذا المنتدى الهام السنة دي على قارة افريقيا والدول النامية، وان يكون هذا المؤتمر اللي هيعقد في شرم الشيخ لسان يعني من خلاله تقوم الدول النامية والدول افريقيا على الاخص بعرض تطلباتها واولوياتها والتنسيق فيما بينها على مجموعة من المبادرات اللي ان شاء الله تحقق الهدف منها، وان الدول دي كلها تكون هي كمان قادرة على التواكب مع هذه المتغيرات. على المستوى المحلي الدولة المصرية النهاردة بتشتغل على تخفيض معدلات استخدامات البلاستيك، موضوع مبادرة للحوافز الخضراء للقطاع الخاص المصري عشان يبقى بيشتغل على هذه المشروعات، التنسيق وتطوير مراكز الأبحاث المصرية، وإن احنا إن شاء الله هيبقى فيه هناك جائزة مخصصة للمشروعات الخضراء والابتكار الأخضر. والموضوع الأخير ده أنا يمكن بختتم بيه كلمتي لشبابنا، لأن الحقيقة
دور الشباب مهم جدا في مواجهة التغيرات المناخية في خلال المرحلة القادمة، لأن كل المشروعات اللي ممكن أنها تطبق في الواقع المحلي ويمكن في الواقع الدولي هي بتيجي من أفكار غير تقليدية وأفكار زي ما بنقول بره الصندوق، وكلها هتكون معتمدة على فكر وإبداع الشباب في العالم كله والشباب المصري على الأخص فيما يخص مصر. عشان كده احنا مهتمين جدا بموضوع تبادل المعرفة والمعلومات في خلال الفترة القادمة، وإن شبابنا نشجعه على وضع العديد من الحلول الابتكارية اللي الدولة المصرية هتتبناها إن شاء الله في خلال الفترة القادمة، ونكون بنشجع على تنفيذها بما يحقق هذه الأهداف. ومش عايزين إن احنا نستقل بأي فكرة، لأن هنا المقولة اللي أنا بختم بيها إن أي مجموعة صغيرة من المواطنين المفكرين والملتزمين يمكنهم تغيير العالم، وده يمكن كلام كبير جدا ولكن هو ده الحقيقي والواقع، واللي هو إن شاء الله إن احنا بنأمل إن شبابنا هو اللي يقوم بيه في خلال هذه الفترة. شكرا لحضرتك.